الاهلي ممكن نقدر في نجيبه؟ محاوله من الدكتور عمرو، وطبعا امبارح كان لسه بيتكلم الباشمهندس خالد ناصف. طب كابتن انا اسف اقطع حضرتك، والمباراه انطلقت فلازم نروح لارض الملعب مع معلقنا كابتن اسامه ابو زينه، فالى هناك. مشاهدينا مشاهدي قناة الأهلي، محدثكم أسامة أبو زينة، وأنقل لكم مباراة الشمس والفاب الكاميروني ضمن المجموعة الثالثة من بطولة إفريقيا للأندية والمقامة بالصالة المغطاة بالنادي الأهلي. ابتدى اللقاء وما زال النتيجة 5 نادي الشمس 2 نادي الفاب الكاميروني. نادي الفاب الكاميروني يعني مباراة مهمة جدا 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 علشان نشوف مين تاني المجموعة. مع الإرسال طبعا شايفين قدامنا إرسال خارج الملعب من اللاعبة رقم 3 ماري، دي طبعا فرح رمزي وبرهان الديب وسارة الأمين، طبعا ده تشكيل نادي الشمس. أيضا هناك دعاء الغباشي ومريم ثروت وسارة مؤمن، يعني انا شايف اهو الكره بتترفع وبتتشاط من دعاء الغباشي، بتتلم وبترجع تاني شوطه قويه، بريهان بتطلع الكوره، مريم ثروت بترفع الكوره من واحد، وفرح رمزي بتشوط كوره في ايد حائط الصد اللاعبه رقم 3 ماري، والسنتر بلوك طبعا شايفينها المشعر احمر الطويله تاتيانا، طولها واضح جدا وبلوك قوي وواضح من الطرف. ماري على الإرسال، 4 نادي الفاب الكاميروني 6 نادي الشمس. استقبال طبعا من نهال جمال ليبرو الفريق، ولكن الكرة بترجع يعني خارج الملعب. خمسة نادي الفاب الكاميروني 6 نادي الشمس. ماري على الإرسال، مباراة قوية تحت شعار لا بديل عن الفوز. نهال بتستقبل كرة ودعاء بتشوت كرة قوية بتجيبها ليبرو الفريق لورا، وكرة بتترفع وبتتشاط أقوى وبترجع تاني، وكرة بتتحط من فرح، ولكن نورهان عبد اللطيف اهي سنتر بلوك نادي الشمس قدرت ان هي ترجع الكره تاني، و7 نادي الشمس 5 نادي الفاب الكاميروني.
الكابتن هيثم رشاد مدرب فريق نادي الشمس. ارسال نورهان، استقبال كرة، طبعا واضح استقبال فريق الفاب الكاميروني، يعني مش في مستواه، واول تكنيكال تايم اوت، 8 نادي الشمس، 5 نادي الفاب الكاميروني. نادي الفاب الكاميروني لعيبه رقم 1 فرانسيسكا، اللعيبه رقم 2 وينسوم، و3 ماري، و4 انيست، و5 مارلين، و6 فيرونكا، و7 ثيروني، و8 سندرين، و9 تيتيانا، و10 جاكلين، 11 ماني ديلاتور، و12 مونيكا. ليبرو الفريق لورا رقم 13، وفيليري رقم 14، مدرب الفريق سانتاما جوزيف. اما نادي الشمس فاللعيبه رقم 4 دعاء الغباشي، اللعيبه رقم 6 هانيا خالد، اللعيبه رقم 7 منة طله يعني نادر، اللعيبه رقم 8 ميرنا ابراهيم، واللعيبه رقم 10 فرح رمزي، اللعيبه رقم 11 ساره معوض، اللعيبه رقم 12 ندى، اللعيبه رقم 15 نورهان، اللعيبه رقم 16 يمنى، 17 يمنى حسن ويمنى عزت، واللعيبه رقم 18 عليا هلال، واللعيبه رقم 20 ساره الامين، ومدرب الفريق الكابتن هيثم رشاد. ارسال قوي من نورهان، استقبال وكره بتترفع سريعه، بتتشاط بقوه، بترجع تاني بتفنس جيد، و فرح رمزي بتحط الكوره بدل ما تعديها في الملعب حطيتها في الشبكه. و6 نادي الفاب الكاميروني، 8 نادي الشمس. مش هينفع نضيع كور سهله زي دي في مباراه قويه زي دي، علشان محتاجين لكل نقطه ومحتاجين ضغط من بدايه المباراه. اللعيبه رقم 5 مارلين، ارسال قوي، دعاء بتستقبل وكوره بتتحط لوب كده وبترجع تاني سهله من ساره معوض، بتشوت كره قويه وبترجع تاني كوره من حائط صد، بترجع سهله وبتتحط وان ليج قويه، ولكن حائط الصد دعاء الغباشي مركزه وتحط كوره ما بين 1 و6 في مركز واحد كده، الكره بترجع تاني وبتبلس مريم ثروت كوره، ولكن حائط الصد مركز، دعاء الغباشي، برافو عليك يا دعاء، كرة في ايد حائط الصد وخارج الملعب، بتحسن النتيجة، 9 نادي الشمس، 6 نادي الفاب الكاميروني. مريم ثروت على الإرسال، معدة الفريق، إرسال قوي، استقبال وكرة واللج بتتحط قوية من مركز 2 في مركز 6، سارة الأمين بتطلعها، ترجع تاني الكرة سهلة، ودعاء بتشوت الكوره، طبعا في كفر جيد، مستوى اداء الفريق، وكوره بتتشاط قويه جدا من اللاعبه رقم 8 في مركز 1، كوره قويه اهي، بتحط الكوره في الخط وما تعرفش تعمل لها حاجه ساره. ارسال مع تاتيانا، ارسال قوي، استقبال، يعني محتاجين تركيز في الاستقبال يا ساره، استقبالك مهم جدا دلوقتي. فرقه طبعا الفاب الكاميروني فرقه عندها متوسط اطوالها جيد، بيلعبوا فولي، هم طبعا مهاريا مش زي نادي الشمس، ولكن بيتحركوا كويس في الملعب. 8 الفاب، 9 نادي الشمس، وكره بتتشاط من فرح رمزي في الشبكة، بتحسن اللقاء، 9-9 كده، كورة في الشبكة في استقبال، التلات نقط اللي كانوا فرق ما بين نادي الشمس والفاب قدروا ان هم يرجعوهم تاني. ارسال قوي، استقبال في نص الملعب، وكورة بتحطها دعاء الغباشي، جيدة جدا من مركز 2، محطوطة اوت اوف سيستم من 2 في مركز 5، مرفوعة كده على خط التلت، على الرغم من انها كانت لعيبة امامي. دعاء الغباشي، ارسال قوي، الليبرو ليرا ما تقدرش تعمل لها اي حاجة، برافو عليك يا دعاء، نقطتين مهمين
لازم نحافظ ونقلل اخطائنا. 11 نادي الشمس، 9 نادي الفاب، مفتاح وسر نجاح المكسب الارسال الجيد، استقبال جيد وكره بتتشاط سريعه قويه بتجيبها بيري من نقطه فعلا صعبه وبترجع تاني وكره بتتشاط وفي ايد حائط الصد الجيد ما بين ساره الامين وساره معوض وفي الشبكه، و12 نادي الشمس، 9 نادي الفاب الكاميروني. وده اول تايم اوت بيطلبه المدير الفني لنادي الفاب الكاميروني عند النقطه 12. شايفين طبعا الكابتن نهاد شحاته بيوجه فرقته مع الكابتن هيثم رشاد. اعتقد ان هو اهم حاجه لازم يقولها لهم نقلل اخطائنا، تقليل الاخطاء هيدي مساحه للخصم ان هو يغلط يعني بشكل او باخر ونقدر ان احنا نفرق نقطتين ثلاثه. الضغط ده لازم يتعمل من نادي الشمس، ما ينفعش الخصم يعمل ضغط وانا ضيع كره سهله زي اللي قدامنا معاده دي كده بمنتهى السهوله. دعاء الغباشي، ارسال من اعلى، ارسال قوي، استقبال وكره بتترفع، اللعيبه رقم 10 بتشوط كره قويه من مركز 4 بتحطها في مركز 6. الديفنس طبعا والبلوك مفتوحين اهي، بتيجي في ايديهم وبتنزل. 10 الفاب الكاميروني، 12 نادي الشمس، اللعيبه رقم 8 وارسال خارج الملعب. سندرين ارسال خارج الملعب. ساره معوض، انا شايف الكابتن هيثم بيوجه اتجاهات الارسال مهمه، واستقبال خاطئ من الفاب الكاميروني. توجيه الارسال والمناطق اللي اتلعب فيها السيرف مهمه جدا. ارسال قوي من اعلى، استقبال وكوره بتترفع في مركز 4 وبتتشاط ولكن خارج الملعب من اللعيبه رقم 3 ماري. 14 نادي الشمس، 10 نادي الفاب الكاميروني، وارسال قوي الاستقبال وقدامنا اهو كره بتتشاط سريعه السنتر بلوك. نورهان عبد اللطيف طلع مع المعده الخلفي بلوك وبترفعها المعده للاعيبه سريع بتنزل داخل الملعب. ارسال استقبال من دعاء، رفع من فرح، كره بتتشاط قويه في مركز 6، الديفنس ما يعرفش يعمل معاها حاجه وبتطلع خارج الملعب. 15 نادي الشمس، الفاب الكاميروني 11. طبعا تايم اوت الثاني والاخير للمدير الفني سنتاما جوزيف. في النقطه 15 بيحاول يلم الشوط على الرغم من ان نادي الشمس لو النقطه 16 11 عفوا مش 15. تكنيكال تايم اوت الثاني قدامنا، جمهور طبعا قدامنا، الفرق المشتركه في المجموعات سواء في مجموعه الشمس او في المجموعات الاخرى بتحاول ان هي تشاهد المباراه لتقييم الاداء ومعرفه خطوط القوه والضعف في الفريقين اللي لسه هيلعبوهم او اللي لعبوهم بيشوفوا الفرق الاخرى. نادي الشمس طبعا وصيف النسخة الماضية العام الماضي 2017 أداؤه جيد جدا وعمل نتيجة مبهرة في تونس. فرح رمزي على الإرسال، إرسال بالوزن، استقبال وكرة بتترفع سريعة ولكن اللعيبة الرقم 5 مارلين ما لحقتهاش. قدامنا اهي 17 نادي الشمس، 11 نادي الفاب الكاميروني. فرح وارسال قوي في اخر الملعب، بيجي طبعا بتتعدى الكره بسهوله
ومريم صلوت بتشوت كوره، ساره الامين بتحطها في سته، بتستقبل وكره بتترفع خارج الملعب من اللاعيبه رقم ثلاثه ماري. هو ده الكلام، الضغط في الارسال بيضعف مستقبلي فريق الفاب الكاميروني، وبتقدر تاخد انت نقطه سهله بعد كده. فرح رمزي ارسال قوي، كره بتترفع كده بجر وبتتحط بتتسنس بالايد في مركز واحد قدام فرح وبتنزل نقطه مباشره. عمل تغيير مستر جوزيف، لاعب اللعبه رقم 11 مانيلاتور مكان جاكلين، واستقبال من ساره ورافعه، وكره بتتشاط قويه وتفنس، وبيجي تفنس جيد، كره بتتعدى وبترجع تاني بتترفع كده اي حاجه بتتضرب، وبتتشاط كره قويه من ساره الامين بتحطها في مركز واحد وفي ايد حائط الصد وخارج الملعب، وبتعدل النتيجه 19 نادي الشمس 12 نادي الفاب الكاميروني. ساره الامين ارسال قوي، استقبال طبعا سيء، وكره بتيجي سهله. المفروض ان احنا يا دعاء نركز في الكور اللي جايه دي بتبقى سهله عشان نقدر نعمل منها كونتر اتاك جيد، ما تبقاش الكره متعديه، دي كوره سهله جدا. الحاجات البسيطه دي مهمه جدا. ماري ارسال قوي، استقبلها نهال، الكره سريعه، ونورهان عبد اللطيف بتستقبل بتشوط كوره قويه بتطلع من الديفنس وبترجع التاني الكوره، وفرح رمزي بتشوط كوره قويه وبتتحط كوره بليسنج في نص الملعب في سته، ودعاء بتزق كوره جيده، والديفنس ورالي تلات كور كده رايحين جايين، وبتنتهي الهجمه بكوره من مريم ثروت عايزه تحطها بليس، حطيتها في الشبكه، الكوره واضحه دي كانت ممكن تترفع. ونقلل اخطائنا، تايم اوت طبعا نقطتين ثلاثه بعد ما كان ست نقاط فارق ما بين الشمس والفاب، قدر ان هو 14 الفاب الكاميروني 19 نادي الشمس. الكابتن هيثم اعتقد ان هو بيتكلم في تقليل الاخطاء المباشره بالنسبه للاعبيات. اللاعبات طبعا كل ما بتقلل اخطائها وكل ما بيبقى فيه جزء من التركيز واضح بتقدر ان هي تضغط، زي ما احنا شايفين شوطه من فرح واهو قدامنا خطا معده وخطا سنتر بلوك وخطا لاعبه رقم ثلاثه شاطت الكره خارج الملعب. يعني الاخطاء لازم احنا نقلل اخطائنا ونسيب الخصم هو اللي يخطئ. ارسال قوي ماري خارج الملعب. 20 نادي الشمس 14 نادي الفاب الكاميروني. نورهان ارسال جيد، بتستقبله لعيبه من مركز اتنين، كرة بترجع سهلة، أيوة كده، وكرة بتتحط قوية من دعاء الغباشي واخدها سنتر من ورا، يعني سنتر بلوك اللعيبة سارة، وبتحطها من مركز ثلاثة من نص الملعب في مركز واحد، ما يتعملش عليها أي كفر ولا تفنس، وتعدل النتيجة دعاء 21-14. نورهان استقبال وكرة بترجع، يعني المفروض ان هي تتحط في الملعب، سارة حطتها خارج الملعب، ولكن الحكم بيقول ان هي فيها تاتش، هي خارج الملعب. 15-21 15-21 مارلين استقبال رفعه، ودعاء بتشوط شوطه قويه بتطلع ديفنس جيد،
اللعيبة رقم 8 بتحط الكرة ساندرين وحائط صد جيد، هما بيعملوا حاجات علشان خاطر يقللوا الأخطاء، يحط الكرة عند المعدة علشان خاطر تلعبها بنفس الطريقة اللي احنا شفناها دي ويبقى في تركيز. كرة أيضا من دعاء حاولت إن هي ترفعها، كرة ون ليج من اللعيبة رقم 7 ثيروني كابتن الفريق بتحطها من مركز 2 في مركز 1 ديفنس يا فرح. هي غيرت طبعا اتجاهها ولكن ممكن كانت تيجي. مارلين 17-21 ارسال قوي، استقبال من دعاء وشوطه وحائط صد جيد، ترجع تاني الكره سهله وكره ونلج تانيه بتتحط قويه من مركز 2 بتيجي في ايد فرح وخارج الملعب. 18 الفاب الكاميروني 21 نادي الشمس. تغييره بيجريها كابتن هيثم، بيطلع ساره وبينزل اكيد ندى طارق. مارلين على الارسال، ارسال قوي بيستقبله دعاء وكوره ندى طارق اللي نزله لسه حطت كوره جيده جدا من مركز 2 في ايد حائط الصد وخارج الملعب. حل من الحلول مهم جدا، يبقى في حلول علشان النقاط الاخرانيه دي. مريم ثروت استقبال، كره بتترفع على خط التلت بتتحط سهله، بيري بترجعها وساره بترجع كره سهله في 6 وكره بتترفع للاعيبه رقم 8 بتتجاب ديفنس ودعاء بتشوط شوطه قويه وبترجع الكره سهله زي ما احنا شايفين. وفرح بتحط كوره قويه من مركز 2 في مركز 6 بتعدل النتيجه 23-18 من جنب ايد حائط الصد. برافو يا فرح. تايم اوت بيجريه المدير الفني لفريق الفاب الكاميروني. شايف ان ممكن لو قللنا اخطائنا وضغطنا المباراه تبقى سهله ويقدر نادي الشمس ان شاء الله باذن الله يحقق فوز مستحق. لعبتنا مهاراتها كويسه، امكانياتها كويسه. معلش ممكن يبقى الفاب الكاميروني عنده اطوال ولكن مهارات لعيبه نادي الشمس مهارات جيده جدا فعلا يقدروا يفوزوا من خلالها. مريم ثروت على الارسال، تلعب ارسال من مركز 5 استقبال، كره بتيجي مرفوعه بتتحط بليسنج ليبرو بتكملها وبتحط الكره ثانيه سهله المعده في نص الملعب وكره ثانيه اخرى من اللاعبه سنتر بلوك وابتدى يدخل كره سهله جدا بليس ثاني بايديها الشمال. معده الفريق بتحط كوره في نص الملعب اهي بنقطة، محدش يجي جنب الكورة. 18 الفاب الكاميروني 23 نادي الشمس. لعبة رقم 9 تيتيانا استقبال دعاء وكرة بتتشاط قوية في ايد حائط الصد. اللعبة رقم 8 ساندرين وخارج الملعب بتحسن النتيجة ونقطة تفصلنا عن الشوط الأول في لقاء الشمس والفاب الكاميروني. دعاء الغباش على الإرسال، إرسال قوي ولكن في الشبكة مش وقته خالص. معلش بيبقى في جزء من التوتر للاعبات وخصوصا في اخر الشوط. استقبال نهال رفعه وكره بتتشاط قويه من
فرح رمزي بتيجي في إطحاء الصد وداخل الملعب. 21 اهي نادي الفاب، 24 نادي الشمس، وتايم اوت بيجريه المدير الفني لنادي الشمس الكابتن هيثم رشاد. نقط حساسه جدا، اتكلمنا عن الاطوال واطوال واضحه، الكره طبعا بتعمل مجهود في حائط الصد بسيط بتقدر تجيب الكوره، ولكن يعني قدامنا عندهم لغايه دلوقتي الوليد دي اتعملت ثلاث مرات جابت بيهم نقط مباشره في كورتين، والكره الثالثه طلعت وكملنا عليها الهجمه. تاتيانا ترسل من اعلى، ساره الكره بتترفع لساره بتتحط بريست ايديها، طبعا الخبره بتغلب دلوقتي في النقط الحساسه، وبتنهي الشوط الاول 25 نادي الشمس 21 نادي الفاب الكاميروني في مباراه قويه ومهمه لنادي الشمس جدا للصعود لدور الثمانيه. شايفين طبعا مجهود واضح لاعبات نادي الشمس، عندهم خبره عاليه، عندهم مهاره، عندهم حلول اكتر من الفاب الكاميروني. اهم حاجه ان احنا نلعب بنفس الطريقه دي ونضغط من خلال ارسالنا، مهم جدا نحاول نركز شويه في الاستقبال. الاستقبال عندنا في بعض الاوقات بيطلع في نص الملعب، ما بيبقاش واصل على راس المعده، علشان نقدر نعمل هجمه منظمه لازم الكره توصل على منتصف خط التلت او داخل خط التلت عشان تقدر ان هي تعمل هجمه منظمه. بيتكلم طبعا المدير الفني لنادي الفاب الكاميروني، بيحاول ينظم ورقه. شايفين رفعة هايلة من مريم بتشوطها قوية، دعاء في اتحاط الصد وخارج الملعب. بيتكلم عن الكور التاتشات، بيحاول يوجد حلول لنفسه برضو. عنده مشكلة واضحة جدا في الاستقبال، استقباله أضعف بكتير جدا من استقبال نادي الشمس. وتحديدا في الإرسالات اللي بتيجي يمين أو يسار اللاعبات ما عندهمش الخبرة إن هم ياخدوا خطوة أو يمدوا إيديهم يطلعوها مظبوطة، انما طبعا المفروض نادي الشمس عنده اثنين لباري جيدين جدا، عنده بنتين من مركز اربعه بيمتازوا بالاستقبال، لاعبات منتخبات طبعا سواء ال 23 او المنتخب الاول، ساره الامين ودعاء الغباشي. كابتن هيثم بيحاول يسترجع قواه، مباراة مهمة ومش سهلة، الفرقة الأفريقية بتمتاز إن هي عندها مصابرة. ثبت التشكيل واضح قدامنا زي ما انتهى في الشوط الأول بندى طارق مكان سارة معوض. مريم ثروت على الإرسال معدة فريق نادي الشمس. الشوط الثاني إرسال من أعلى داخل الملعب، داخل الملعب لعبته طبعا طويل في اخر الملعب، وطبعا المستقبله ده اللي احنا اتكلمنا فيه ان المستقبلات
فريق الفاب الكاميروني مش على درجة عالية من المهارة، إلا الكرة اللي قدامها وكرة بتتحط بليز ترجع تاني سهلة بتترفع، وفرح بتشوط شوطة قوية ليبرو الفريق بتجيبها، وكرة بتتحط بقوة، ده اللي احنا مش عايزينه. يبقى في تمكن في الضرب من فريق الفاب الكاميروني مظبوطة، طلعها هي قدامنا وحطها من بين ايد حائط الصد دعاء الغباشي وداخل الملعب. 1-1. لعبة رقم 9 تيتيانا، ارسال قوي، استقبال من نهال ورفع من مريم، وكرة بتتشط من دعاء الغباشي قوية من مركز 2 بتيجي في ايد الديفنس وخارج الملعب اهي. دعاء الغباشي على الارسال، شايفين طبعا التشجيع لبنات الشمس، وكرة سريعة بتتشاط بتتجاب وبتترفع تاني، وسارة بتشوط شوطة قوية. لعبة رقم 9 معدة الفريق بترفع كرة جيدة بتتحط وبيري ولا أجمل من كده، وسارة بتشوط كرة في ايد حائط الصد، ولكن الحكم بيقول ان اللعبة رقم 8 شبكة عليها اهي. طبعا هو شايف اكتر، ارسال قوي، كرة بترجع تاني وشوطة بتتشاط من سارة ترجع تاني رفعة، وكرة بتتحط قوية بتتجاب وبليسنج كده، كرة بتترفع تاني وكرة قوية، وبيري بتطلع ديفنسات هايلة، كرة سريعة بتتشاط قوية جدا من منتصف الملعب. نورهان عبد اللطيف كانت المفروض تحط ايديها معاها اهي، برست ايديها كده من 3 في مركز 5، كرة صعبة ساندرين وارسال في الشبكة، اخطائهم في الارسالات برضو كتيرة. 4 نادي الشمس، 2 نادي الفاب الكاميروني. نورهان عبد اللطيف ارسال، استقبال من الليبرو الفريق، وكرة بتتحط مزنوقة بتعدي كده، ولكن طبعا جابت شبكة واضحة جدا. خمسة نادي الشمس، 2 نادي الفاب الكاميروني. نورهان ارسال قوي، كرة بتيجي تستقبل كده أي حاجة، واللعبة رقم 10 جاكلين بتحط الكرة من مركز 2 في الشبكة أهي. سأل نورهان عبد اللطيف، ليبرو الفريق بيستقبل، كرة مرفوعة، كرة بتتحط وبترجع تاني، وفرح بتشوط شوطة قوية وحائط صد، وكرة تاني في ملعب الشمس، وكرة بتتحط من سارة الأمين كده بخبرة في ايد حائط الصد وخارج الملعب. 7 نادي الشمس، 2 نادي الفاب الكاميروني. نورهان عبد اللطيف ارسال يعدي بس جيد، استقبال، كرة مرفوعة في مركز 4 وبتتشاط كرة قوية في ايد ندى طارق وداخل الملعب. 3 نادي الفاب الكاميروني، 7 نادي الشمس. اخرت ايديها لعبة ماري دي ثيروني كابتن فريق، واستقبال خاطئ من نهال جمال من مركز 1. تركيز الاستقبال ده مهم جدا. 4 الفاب الكاميروني، لاعبات نادي الشمس بتحاول اللي هي تشجع زميلاتها، استقبال من دعاء جيد، كرة بتترفع قوية وحائط صد أقوى من لعبة رقم 5 مارلين، يعني مركز المدير الفني لفريق الفاب الكاميروني، 2 طوال مع سارة في حائط الصد،
علشان ما تعديش بسهوله. ثيروني كابتن فرقه واستقبال من ساره، الكره بتترفع لدعاء من مركز سته، بتحطها عايزه تلف من السنتر بلوك ولكن طويله، حطيتها في الشبكه اهي. سته الفاب الكاميروني، سبعه نادي الشمس. ثيروني استقبال من ساره، طلع كده، الكره جايه سهله بتطلع، الكره بتترفع، الكره بتتشاط قويه من اللاعبه رقم 10 خارج الملعب على طولها وقوتها، ولكن مهاريا ضعيفه. تاني كره بتتشاط بره الملعب. اول تكنيكال تايم اوت، شفنا فرق كبير جدا 7-2 لنادي الشمس، ثم اتقلص الفارق الى نقطتين بسبب اخطاء مباشره وعدم تركيز في وقت محتاجين ان احنا نضغط ويفضل الفارق ده متواجد حتى نهايه الشوط عشان الامور تبقى سهله بالنسبه لنا. كور طبعا لما بتبقى مظبوطه بترفعها سريع، ما بتبقاش مظبوطه استقبال مش مظبوط زي الكره اللي فاتت دي، ما بتقدرش حد يعمل لها حاجه. دي اول كوره لعبها رقم 10 جاكلين، وتاني كوره اللي حطيتها اوت سايد في النقطه 8 لنادي الشمس. فرح رمزي على الارسال. كابتن فريق نادي الشمس لعبت ارسال، الكره بتترفع، اللعيبه رقم 10 بتشوت كره في مركز 6 ورافعه بعيده قوي يا مريم، الكره بتيجي سهله وبتتحط كره ايضا بليز، وساره بتحط الكره بريست ايديها كده، وبتيجي كره للعيبه رقم 10 بتحطها من 2 في 5 بتطلعها بيري طبعا، وتفنس جيد، وكره مشتركه ولكن تفوق حائط الصد اللاعبه رقم 5 مارلين في نص الملعب بطولها واضح جدا، كره مشتركه اهي ما تقدرش تعمل لها حاجه ندى طارق، في فرق في الطول وفي القوه. اللاعبه رقم 10 جاكلين ارسال قوي، استقبال من ساره، كرة بتترفع، وسارة بتشوط كرة قوية في ايد حائط الصد وخارج الملعب، بتيجي في ايد اللعيبة تاتيانا رقم 9 وخارج الملعب. مفيش غير الحلول دي يا سارة، ادام حائط الصد طويل قوي قدامك العبي على التاتش لغاية لما يقدر يبقى فيه مساحة. كرة بتترفع من نص الملعب بتتجاب بيري وبتشوط دعاء كرة قوية، ترجع تاني بتشوط سهلة، بيري ما شاء الله عليها متفوقة على نفسها، وكورة قوية من دعاء بتتشاط في ايد حائط الصد وبتنزل في مركز 5، كان المفروض يبقى فيه تركيز. معلش العبي على التاتش يا دعاء، دلوقتي حائط الصد قدامك زي ما انت شايفة كده عالي وطويل، ولاعبات بيستنوا لغاية لما يشوفوك هتشوطي فين ويحطوا ايديهم على الكوره. لعبة رقم 3 ارسال ودعاء، ايوه هو ده، كوره تاتش جميله جدا من دعاء كانها سمعانه وبتحطها في ايد حائط الصد وخارج الملعب اهي، في ايديها وعلى بره ما تقدرش تعمل لها حاجه. ندى طارق ارسال استقبال، كوره بتترفع وكوره سريعه بتتشاط بتيجي من ساره، بترجع تاني ودعاء بتحط كرة قوية وبترجع، وكرة بتتشاط قوية في حائط الصد، نورهان عبد اللطيف ومريم أخروا وحطوا إيديهم في وقت مناسب جدا. 11 نادي الشمس 8 نادي الفاب. إرسال من ندى طارق استقبال، كرة بترجع، ترجع كرة سهلة، كرة بتترفع لدعاء بتتحط في مركز 5 سهلة،
ابتدت تعمل زيها اللاعبة تتيانا وتحط الكرة في ايد حائط الصد وخارج الملعب اهي وخارج الملعب. كرة ما ترجعش بسهولة ابدا، لازم ترجع بصعوبة. مارلين على الارسال، ارسال قوي، استقبال من سارة وكرة بتترفع ودعاء بتحط بليسنج من نص الملعب من مركز ثلاثة في مركز أربعة بنقطة مباشرة. برافو يا دعاء. أهي. لعبة رقم 8 ساندرين ما تعرفش تعمل لها حاجة. 12 9 إرسال استقبال من الكرة بتتحط كده عايزة تسقطها في آخر الملعب ولكن خارج الملعب. 13 نادي الشمس 9 نادي الفاب الكاميروني. ووقت مستقطع للمدير الفني جوزيف. أربع نقط لازم نحافظ عليهم. شفنا طبعا لما سارة لعبت على التاتش ودعاء لعبت على التاتش كورتين ثلاثة لغاية لما حائط الصد يقدر ان هو يبقى مفتوح ندخل من خلاله بكور قوية داخل الملعب. لازم الاستقبال يوصل عند مريم ثروت علشان يبقى في حد داخل سريع علشان السنتر بلوك ما يضمش مع لعبة الأطراف بشكل واضح زي ما هو عامل كده. مريم ثروت على الإرسال، إرسال قوي، استقبال، كرة جاية بتتحط من اللاعبة رقم 10 من مركز واحد وكرة بتتشاط قوية جدا. برافو عليك يا دعاء في مركز واحد. لاعبة رقم 10 جاكلين ما تعرفش تعمل لها أي حاجة. أهي. مريم ثروت استقبال، كرة بتعدي وبتشوط شوطة قوية جدا. وبتطلع كده ديفنس، حطت ايديها الكرة طلعت. ودعاء تاني وحائط صد قوي من اللاعبة رقم 7 ثيروني كابتن فريق نادي الفاب الكاميروني. الصريحة كرة جت في ايد المعدة وكملت اللاعبة رقم 8 بتطلع ساندرين على ارسال تيتيانا. ارسال قوي، استقبال من دعاء، رفع لدعاء، رفعة يعني صعبة جدا، خبطت في كرسي الحكم. معلش، عادي جدا، عادي جدا مع الضغط ومع ان هي عايزة تخلص النقطة بنجاح. اعتقد الكابتن هيثم عمل تغيير، نزل هانيا خالد مكان مريم ثروت. 11 الفاب الكاميروني 14 نادي الشمس. استقبال وهانيا بتشوط، ترفع كرة جيدة ودعاء بتشوط شوطة قوية في ايد حائط الصد وبتعدل النتيجة. اهي 15 نادي الشمس 11 نادي الفاب الكاميروني. دعاء الغباشي على الارسال، ارسال من اعلى، استقبال من ليبرو لورا ورفع من اللعيبه رقم 9 مواجهه الفريق وبتيجي الكره سهله يا هانيا ما ترجعش كده. استقبال وكره سريعه بتيجي في نت الشبكه من اللعيبه رقم 7 ثيروني و 16 نادي الشمس 11 نادي الفاب الكاميروني. وتاني وقت مستقطع، يعني لما ركزنا شويه في استقبالنا وفي رفعنا هم هيغلطوا لوحدهم مش احنا اللي نديهم الفرصه ونحاول ان احنا نواكبهم في الغلط. شايف منتصف الملعب في نادي الشمس طبعا مش شغال على الشكل الامثل، محتاج
سريع كتير يدخلوا علشان يقدروا يوقفوا السنتر بلوك، ويبقى فيه يعني تركيز. انما دلوقتي لاعبات الاطراف متركز معاهم قوي من حاط صد الفاب، عارفين ان الكوره الاستقبال مش واصل على راس المعده ومفيش سريع، فبيفتح هنا وبيفتح هنا، رايح في اريحيه تامه، واقف مستني الضارب، فبيبقى في صعوبه شديده جدا على الضارب ان هو يخلص كوره بدبل بلوك قوي. تغيير، غير المدير الفني معدة فريق الفاب الكاميروني، ارسال دعاء على اللاعبة رقم 4 انيست اللي لسه مغيرها بنقطة مباشرة مع اللاعبة رقم 8 ساندرين. نزل مونيكا رقم 12 مكان المعدة دعاء، طبعا ذكاء من دعاء ان هي بتلعب على لعيبة متغيرة، لسه هيبقى فيه جزء اهو، بيرجع تاني بنفس التغييرة، بيرجع ساندرين وبيطلع انيس بعد كورتين من دعاء، عملت فارق جيد جدا، برافو عليك يا دعاء. ارسال من دعاء، استقبلتها ساندرين رفعة وكرة بتعدي بسهولة يعني خارج الملعب، برافو يا بنات. 19-11 دعاء الغباشي على الارسال، ارسال قوي ليبرو بتجيبه، كرة بتترفع سريعة بتتشاط قوية هو ده، ولكن ايديها في الشبكة واضحة وجابت شبكة. وبيطلب التايم اوت الثاني ليه اهي، وهي نازله ايديها جابت شبكه، بس فعلا في كوره قويه يعني في خطوره على الفاب، لو الاستقبال بتاعه وصل على المعده هيرفع سريع كتير، هيبتدي يعمل مشاكل في الفرق. انما طول ما الاستقبال بتاعه مش مظبوط الكرة بتيجي سهلة ونادي الشمس بيقدر يواكب الضغط. نتيجة 20-11 لنادي الشمس. 20-11 دعاء على الإرسال، إرسال قوي، ساندرين بتستقبل الكرة في نص كل كرة جاية سهلة بتجيبها نورهان، وكرة بتتشاط قوية من سارة ورفعة وضربة بإيدها كده خارج الملعب. أخطاء طبعا، هو ده اللي احنا عايزينه، نلعب لعبنا وملناش دعوة بعد كده. كرة بتعدي سهلة، كرة بتترفع، وفرح رمزي بتشوط شوطة قوية من مركز 2 داخل الملعب. خرج يعني لعبة رقم 10 ليه كده؟ يعني احنا ماشيين عايزين نكمل، عايزين نكمل. 12 الفاب، 22 نادي الشمس. ساندرين استقبال من سارة، رافعة من دعاء، وكرة بتتحط كده في الشبكة. يعني ملهاش لازمة. إرسال سارة، هانيا بترفع كرة في 2، وفرح رمزي كابتن فريق نادي الشمس بتحط الكرة برست إيديها كده، ما تقدرش الليبرو
فاليري تعمل لها اي حاجه بعيد عن ايديها. ارسال قوي، استقبال من لورا، وكره بتتحط بترجع ندى، وشوطه بتتشاط قويه من ساره الامين وبترجع تاني، وبتحط كوره برست ايديها بسنجل بلوك. لورا ما تعرفش تعمل لها حاجه في مركز خمسه. نقطه وتفصلنا عن الشوط الثاني 24-13. استقبال وكره قويه بتشوطها راجعه ندى طارق، وبتضرب كوره ايضا، ودعاء بتاخد ديفنس، وابتدى يبقى في ثقه واضحه من فريق نادي الشمس في شوط وضرب جيد. ولكن معلش في كور كده اخطاء بتيجي بسهوله، لعيبه رقم 2 ونسيمبو حطت كوره برست ايديها، وارسال ضايع، ونهايه الشوط الثاني 25-14. يعني اعتقد ان الشوط ده طبعا احسن بكتير جدا من الشوط الاول. ابتدى يبقى فيه ثقه ويبقى فيه تركيز، ابتدت اللعيبه تلعب على اخطاء الفريق المنافس، ابتدى يبقى فيه ارسالات قويه، ابتدى يبقى فيه دعم وخروج بعض اللاعبات من تركيزها بارسال قوي ببلوك بضغط. ولكن محتاج نادي الشمس تركيز. شايف بيري ليبرو فريق نادي الشمس بتحيي اكيد حد طبعا من محبي الشمس او احد اقاربها. كابتن هيثم بيركز طبعا، مهم جدا الكابتن محمود حنفي المدرب المساعد. يعني الكابتن اماني طبيبة الفريق، الكابتن نهاد شحاته طبعا الجهاز الفني كله لنادي الشمس متكاتف علشان يقدر يعدي المرحلة دي، مرحلة مهمة جدا 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 لنادي الشمس. مباراة فعلا قوية ومهمة. عجبني جدا اللاعبات نادي الشمس سواء اللي موجودين جوه الملعب او اللي بره الملعب، تشجيع، روح طيبه جدا داخل الملعب، بيحاولوا ان هم يأزروا فريقهم. علشان اهو كره التاتش اللي شاطتها دعاء في ايد اللاعبه تيتيانا وخارج الملعب. مريم بترفع كرة جيدة، دعاء بتحطيها في حائط الصد، وكرة أيضا قوية. معدة مستنية رقم 9 تيتيانا مستنية أي كرة تيجي مظبوطة ترفعها سريع على طول. شايفين طبعا السادة أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، كابتن عمري طبعا، مجهود طيب ودعم واضح للنادي الأهلي في بطولته، بطولة إفريقيا اللي بينظمها على أرضه. بطولة دي طبعا يعني نسختها 29، 28 نسخة قبل كده، ابتدت من عام 86
ونظمها تونس أول نسخة وفاز بها الأفريقي التونسي، حقق بطولة النسخ الأربعة الأولى. الأهلي طبعا حامل اللقب 8 بطولات، يليه خطوط الأنابيب الكيني بيبلاين 7 بطولات، ثم السجون الكيني 5 ألقاب، ويأتي بعد ذلك الأفريقي التونسي 4 ألقاب، ومولدية وبجاية الجزائري والبنك التجاري الكيني وكارتاج لقبا واحد لكل منهما، كل فريق لقب واحد. 2017 طبعا زي ما احنا عارفين قرطاج التونسي هو البطل، ارسال من لعبة رقم 12 مونيكا، استقبال كرة بتيجي طبعا على نت الشبكة بترجع سهلة، ولكن بترجع ومثبت التشكيل مستر جوزيف، وكرة دعاء بتشوطها في حائط الصد تاتشو على بره، برافو عليك يا دعاء، ده الحل الامثل دلوقتي ليكي عشان ما نقدرش ان هو ياخد بلوك او يبقى فيه ديفنس، في ايديها وعلى بره على طول. مريم ثروت ارسال قوي، استقبال رافعه، وكره بتتشاط يعني كده من لاعبه ويمبسو، وفي حائط الصد، واثنين نادي الشمس لا شيء نادي الفاب الكاميروني، واستقبال خاطئ، شايف التشجيع واضح جدا 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 جدا. لعبة هانيا خالد وبتلعب ارسال بيجي في يعني كده بيجي في نت الشبكه ويرجع تاني، وبتشوت دعاء كوره قويه في مركز 6 طبعا بعد الكوره اللي فاتت اللي هي شاطتها في التاتش، حبت حائط الصد ان هي تقفل تاتش الملعب، الكوره اتشاطت في نص الملعب كده، قدرت تعمل شرخ في حائط الصد واضح. هانيا خالد ارسال في الشبكه، برافو يا هانيا، 4 ارسالات جيده، 1 الفاب الكاميروني، 4 نادي الشمس. ساندرين استقبال يعني بدون تركيز، الاستقبالات دي عامله مشكله كبيره. 2 نادي الفاب الكاميروني، 4 نادي الشمس، وارسال ساندرين ايضا، وكره بتترفع لدعاء بتشوطها في ايد حائط الصد، وكره اخرى بتترفع لفرح رمزي وحائط صد جيد من اللاعبه رقم 7 كابتن فريق نادي الفاب فيروني، ارسال ساره بتستقبل، كره بتترفع وبتتحط بليس، ولكن فيروني فعلا لاعبه طويله مش هينفع الكوره تعدي منها، جابتها اهي، 4-4 ابتدى يتلعب الارسال على ساره، الكوره بتتحط كده بليز وبتترفع، وكره بتتشاط في الشبكه من اللاعبه ونسيمبو اهي، يلا نحافظ احنا بقى، نحافظ على ارسالنا، يلا يا دعاء، جايبه 4 ارسالات الشوط اللي فات، ارسال وكوره جايه وبترجع الكوره سهله، يلا بقى كوره من ساره وبلوك مفتوح من فيروني، بتحط ساره كوره جيده جدا في مركز 6، ومن وينسيمبو ما عرفتش تاخدها، يلا دعاء تاني، كوره بتلعب ارسال قوي على اللاعبه ماري، بتستقبلها خارج الملعب، 6 نادي الشمس، 4 نادي الفاب، 7 عفوا، هما دوت التلات ارسالات بتوع دعاء. ارسال دعاء قوي، الكرة بتترفع
وبترجع تاني كرة سهلة، وهانيا بترفع كرة جيدة وبتشوطها فرح طبعا خارج الملعب، ولكن حكم الراية بيقول ان هي تاتش وفي اعتراض طبعا من لاعبات الفاب، واول تكنيكال تايم اوت 8 الشمس 4 الفاب. لو شفنا المنحنى اداء الفريق بنطلع 4 لا شيء وبعد كده بنرجع 4-4 وبعد كده 8-4، يعني لازم نحافظ على الضغط ده على طول. لاعبات النادي الاهلي عندهم طبعا مباراة مهمة بعد المباراة دي، طبعا اهي نهلة سامح كابتن فريق مريم متولي، و ده فريق فيجن موجود في المجموعة بيحاول ان هو يتابع برضه يشوف اداء الفرق عشان يعرف ترتيبه ايه. كورة بتتشاط ونسيمبو في الشبكة وكورة بتتشاط قوية اهي، وكورة من فرح حائط صد جيد وكرة بتتشاط ايضا. يعني بصوا لما الكرة بتبقى سريعة حائط الصد ما بيعرفش يعمل لها حاجة. استقبال اهي من الاربع كور بتوع دعاء، ودي اخر كورة اللي حصل عليها الاعتراض، ولكن الحكام طبعا صحيين وارسال قوي، خامس ارسال لدعاء ما بين اللاعبة رقم 8 ساندرين وليبرو الفريق لورا بنقطة مباشرة بتحسن بيها النتيجة 9-4. ارسال قوي خارج الملعب، خمسة الفاب الكاميروني 9 نادي الشمس. ارسال قوي استقبال من سارة رفع من هانيا وكرة بتتشاط قوية من فرح بتيجي في ايد حادث الصد والديفنس بيطلع، دعاء بتجيب كرة قوية وسارة بتشوط كرة اقوى بترجع تاني، واللاعبات في دربكة في ملعب الفاب. كرة قوية بتتشاط قوية جدا من فرح من مركز 2 في مركز 1، برافو عليك يا فرح، فوق راس المعدة هانيا بتشوطها بقوة. حائط الصد طبعا ما تمركزش قدام الكرة بشكل جيد، ارسال الكرة بتتشاط واتقال ان على فريق الفاب جاية في العصا الهوائية، وتايم اوت بيجريه مستر جوزيف. 11 النادي الشمس 5 نادي الفاب الكاميروني. كابتن هيثم طبعا بيوجه نادى طارق عشان حائط الصد. انا شايف ان نادي الشمس ضاغط بشكل جيد بارسالاته على نادي الفاب الكاميروني، مش مديله مساحة، وده اهم حاجة. نورهان استقبال كرة بتترفع ونسيمبو بتشوط كرة من مركز 2 بتيجي في ايد ندى طارق وداخل الملعب. ونسيمبو لعبة استقبل وكرة سريعة جيدة
اول كرة تترفع في اللقاء ندى طارق حطتها خارج الملعب. ارسال قوي دعاء بتستقبل وفرح بتحط كرة من مركز اتنين في مركز واحد بترجع تاني وكرة بتيجي سهلة لعبة ماري وسارة بتحط كرة قوية برست ايديها كده في مركز واحد. ايوة يا سارة يعني الثقة لازم ترجع اهي برست ايديها لعبة متميزة جدا. فرح رمزي كابتن فريق نادي الشمس ارسال واستقبال الكرة بتيجي سهلة و بترجع كده محتاجة شوية تركيز. كرة بتتشاط قوية من ماري ترجع تاني الكرة ودعاء بتشوط كرة من ستة بتيجي في اتحاد الصد وتفنس جيد ورفعة من مونيكا وكرة بتحطها في مركز خمسة اللاعبة ماري وسارة بتسقط كورة جيدة في مركز واحد بترجع تاني الكورة وبترجع الكورة تاني وبليس في نص الملعب جيد جدا من اللاعبة صغيرة السن هانيا خالد. برافو عليك يا هانيا. بينزل في نص الملعب واللاعبات مش متوقعينه. 13 نادي الشمس 7 نادي الفاب. ارسال قوي استقبال وكرة بتشوطها سارة. طبعا الحكم بيقول ان هي لمست الشبكة ولكن هو صاحب قراره. اعتراض بسيط كده. ارسال من ماري ارسال قوي استقبال كرة بتترفع ندى طارق بتحط الكرة برست ايديها بترجع التاني الكرة لوينسيمبو من مركز واحد بتحطها خارج الملعب. اربعتاشر نادي الشمس 8 نادي الفاب. الكاميروني سارة الأمين إرسال قوي وكرة بترجع ما بينهم ودعاء بتشوط شوطة قوية جدا من مركز أربعة في مركز ستة ما تقدرش تعمل لها حاجة اللاعبة ماري. ديفنس طبعا صعب عليها. 15 الشمس 8 نادي الفاب. الفارق ده عامل ثقة وابتدى نادي الشمس يلعب باسلوبه وادائه اللي احنا متعودين عليه. واللاعيبه رقم 8 بتشوط شوطه قويه ساندرين بتيجي في ايد حائط الصد وبيبقى فيه تاتش وتاني تكنيكال تايم اوت 16-8 لما ابتدينا نضغط بالارسال حائط الصد ابتدى يتظبط وابتدى يبقى فيه هجمات منظمه لنادي الشمس وابتدى يبقى فيه ثقه من لاعباتنا لاعبات نادي الشمس زي ما شفنا اهو. كرة طبعا نازله في الملعب حائط الصد الجيد ندى طارق وهانيا خالد. معدة الفريق في تركيز واضح جدا. طبعا في بعض الاخطاء في بعض اللاعبات معلش مباراة مع مباراة المستوى بيزيد مباراة مع مباراة الأمور بتزيد في واحدة واحدة ما نستعجلش الأمور تبقى إن شاء الله بإذن الله جيدة في المباراة القادمة بإذن الله. نادي الشمس شايف في جمل بتعملها هانيا جيدة مع لاعباتها. تغيير لعبة رقم 10 نزلت تاني جاكلين مكان اللاعبة وينسيمبو اللي دفع بيها
المدير الفني مستر جوزيف في الشوط الثاني. ساره وارسالها جيد، استقبال ورفعه على خط التل، وسندرين بتعدي كره سهله، وساره بتحط كره بايديها الشمال مش في اتجاهها خارج الملعب. 9 نادي الفاب الكاميروني، 16 نادي الشمس. تغييره ايضا، بتطلع اللعيبه مالين وبتنزل اللعيبه ماني ديلاتور. دي لعيبه علشان تلعب ارسال بيدفع بيها المدير الفني، ارسالها جيد، ارسال من اعلى خارج الملعب، ولكن حامل للرايه بيقول الكوره نزلت في اخر الملعب. واضح ان هي ارسالها جيد. ارسال تاني، استقبله نهال، رفعة بتترفع ودعاه بتشوط شوطة قوية جدا في ايد حائط الصد مونيكا وداخل الملعب. احنا كنا مبسوطين جدا بالفارق. نركز، 16 الفاب الكاميروني، 16 نادي الشمس عفوا، 11 الفاب الكاميروني. ارسال قوي نهال، رفعة دعاء بتحط كرة بليس، وكرة بتيجي كده يعني برافو عليك يا دعاء. سقطت كرة عند اللاعبة جاكلين، طويلة وما عندها الفوت وورك أكيد مش هيبقى عالي، واضح معرفتش تنزل تطلع الكرة طبعا بشكل جيد. وإرسال قوي واستقبال ورفعة واللج محطوطة، وكرة بتتشاط وحائط صد جيد من دعاء الغباشي و نورهان عبد اللطيف. 18 نادي الشمس، 11 نادي الفاب الكاميروني. اهي فيروني كابتن فريق، بلوك واضح جدا جيد من دعاء، واستقبال طبعا من ندى. ندى ارسالها جيد، تغييره بتنزل المعدة الأساسية، بتطلع مونيكا. ندى طارق، إرسال قوي، استقبال، كرة بتيجي سهلة، ساندرين بتراجع الكورة، وكورة قوية بتحطها دعاء من مركز 4 في مركز 6. برافو عليك يا دعاء. 20 الشمس، 11 الفاب الكاميروني. نازله في اخر الملعب، وتايم اوت بيجريه مستر جوزيف علشان يحاول، ولكن انا شايف الفارق يعني كبير جدا ما بين الفاب ونادي الشمس. يعني توجيهات الكابتن محمود طبعا للاعبات، والكابتن هيثم طبعا توجيهاته واضحه جدا. شايف ان النهارده مستوى اداء الفريق جيد عن المباراه الاولى امام الانابيب، وارسال ندى طارق خارج الملعب. ليه يا ندى كده؟ كرة قوية بتشوطها نورهان من منتصف الملعب من مركز 3. فين دي؟ من بدري. هاني يا خالد رفعت كرة جيدة، ارسال قوي، استقبال، الكرة بتترفع وشوطها بتشوطها جاكلين يعني في الشبكة. و22 نادي الشمس، 12 نادي الفاب الكاميروني.
يلي هذا اللقاء، لقاء النادي الاهلي وريفينو الرواندي، وهانيا ضيعت ارسال، محتاجين الثلاث نقاط دولت يا هانيا. ساندرين على الارسال، طلع طبعا المدير الفني الكابتن هيثم. هانيا ينزل مريم ورفع، وكرة بتتحط بليز جيد جدا من دعاء من مركز اتنين، لقت ولمحت كده الليبرو متقدمة وحطتها في مركز خمسة بنقطة، 23 نادي الشمس 13 نادي الفاب الكاميروني. ارسال قوي من دعاء، وكرة بترجع من سارة بتحطها كده حائط صد جيد، ونقطة تفصلنا عن الشوط الثالث واللقاء. الاستقبال رفعة وشوطة بتتشاط وحائط صد ليه كده من ماري في ايد نورهان عبد اللطيف وداخل الملعب. اربعتاشر نادي الفاب، 24 نادي الشمس، وارسال قوي، استقبال من ساره ورفعه جيده، ودعاء غباشي بتحط كوره من مركز سته عايزه تحطها تسقطها في مركز خمسه، طلعت خارج الملعب. يا دعاء يا جماعه النقط دي سهله، ما ينفعش ان احنا نمشي كده. 15-24 كابتن الفريق، وارسال قوي بتنزل في مركز ثلاثة قدام نورهان عبد اللطيف، وبتستقبلها خارج الملعب كرة سهلة. 16-24 كابتن الفريق ثيروني بتلعب ارسال قوي، وكرة بتترفع، ونورهان عبد اللطيف بتشوت كرة بترجع تاني، ودعاء بتشوت كرة من مركز واحد بتيجي في ايد حائط الصد. و17 الباب الكاميروني، 24 نادي الشمس، وثلاث نقاط ملهمش اي لازمة بيطلب من خلالهم المدير الفني الكابتن هيثم تايم اوت. يعني اعتقد ان هم كانوا لازم يخلصوا بقوه، احنا اتكلمنا ان في عدم استقرار في مستوى الاداء، كوره وكوره كوره وكوره، لازم يبقى فيه ضغط حتى النهايه. الحمد لله اللي ما فيش فارق ما بين قريب ما بين الفاب والشمس. ارسال قوي فيروني، استقبال من ساره ورفعه قويه، وساره بتشوط شوطه قويه بتطلع بتفنس جيد، وجاكلين بتعدي الكره سهله، وساره بتشوط شوطه في ايد جاكلين وداخل الملعب. 18 الفاب الكاميروني، 24 نادي الشمس. شايفين طبعا مأخره لها في حائط الصد علشان تاخد منها بلوك، وشكرا لفيروني، وارسال خارج الملعب، وتنهي اللقاء. 25 نادي الشمس، 18 نادي الفاب الكاميروني. مشاهدينا شكرا، كان معكم أسامة أبو زينة، وألف ألف مبروك لنادي الشمس صعوده إلى دور الثمانية إن شاء الله بإذن الله. شكرا وإلى اللقاء.